صباح الخير. صباح الخير. كيف حالكم أحبائي؟ سننجز اليوم بطاقة المراجعة الأسبوعية للفصل الرابع في اللغة العربية للصف الأول الأساسي. هل أنتم مستعدون أحبائي؟ بعد قراءة النص سنجيب عن الأسئلة. إذن أسئلة حول النص. السؤال الأول: كيف كانت الطبيعة حين حل فصل الربيع؟ إبراهيم: كانت الطبيعة أو حين حل فصل الربيع كانت حين حل فصل الربيع كانت السماء زرقاء صافية والمروج خضراء. أحسنت، والمروج خضراء. أحسنت يا إبراهيم. السؤال الثاني: ماذا قررت الأسرة أن تفعل؟ ماجد: قررت الأسرة القيام بنزهة في الطبيعة. إذا قررت الأسرة القيام بنزهة في الطبيعة. أحسنت يا ماجد. السؤال الثالث: مما حذرت الأم أولادها ولماذا؟ رشا: أحسنتي، إذا حذرت الأم أولادها من أكل النباتات الغالبة. السؤال الرابع: ولماذا؟ لماذا حذرت الأم أولادها؟ أكملي رشا، أكملي. لأنها قطة سامة. إذا السؤال الثالث أو الرابع، السؤال الرابع: استخرج من النص جملة تدل على اهتمام الأم بالطبيعة. روز: الأم حلت. السؤال الرابع حبيبتي. مهدي: مهدي وطلبت. طيب، اكتبوا جملة من عندي تدل على اهتمامي بالطبيعة. من يستطيع أن يعطينا جملة؟ جوليا: أزرع ولا تقطع. أحسنتي. ماجد: يجب أن لا نقطع الأشجار. أحسنت. إبراهيم: لا أرمي النباتات. لا أرمي النخيات. أحسنت. في الطبيعة. أحسنت. علي: أنا لا أكل النباتات. برافو، أحسنت. أزرع الأشجار. تم يا بطل. مهدي: ارفع صوتك يا مهدي. أنا اسمي مهدي. أحافظ على الطبيعة ولا أرمي الأوساخ. رائع، إجابة رائعة. أحسنتم جميعا. السؤال الخامس: كيف كانت مشاعر الأولاد في نهاية النزهة؟ جوليا: أفضل مشاهدة التلفاز. نعم. كي أشاهد المباراة. رائع، لا بأس. ماجد: أفضل التنزه في الطبيعة لأنها رائعة ومفيدة. أحسنت، إجابة جميلة أيضا. سنتي:
رائع. رشا تفضل. أركض وألعب. أحسنت يا رشا. علي ماذا تفضل؟ جوليا أفضل التنزه في الطبيعة لأنني أحب أن أشم رائحة أحسنت. رائعة رائعة أحسنت. محمد ماذا تحب؟ ماذا تفضل؟ تفضل مشاهدة التلفاز أو التنزه في الطبيعة؟ محمد بستان، أنت قلت منذ قليل أنك تفضل التلفاز، أليس كذلك؟ لماذا؟ أخبرني. لماذا تفضل التلفاز؟ تفضل مشاهدة التلفاز لأنني ماذا كتبت؟ أكمل. ماذا تشاهد؟ مباراة كرة القدم، أليس كذلك أحسن؟ في المفردات أستخرج من النص مرادف كل من الكلمات التالية. قررت أنا وأختي أن نتناول العصير الخفيف. حين وصلنا بدأت سارة تجهز. ما معنى تجهز من النص؟ تحضر. أحسنت. المائدة ونبهتني. ما معنى نبهتني؟ حذرتني. حذرتني. من لبس الأشياء الغريبة. تسلينا. ما معنى ما ضد مسرور؟ كثير. ما ضد كثير؟ بعيد. كثيرا. قريبا. ما ضد قريبا؟ بعيدا. أحسنت. السؤال الثاني، أضع الكلمتين التاليتين في جملتين من أنزي. استمتعنا. استمتعنا. رشا استمتعنا أنا ولفاكي في كيتمونزو. رائع. هل كنت مسرورة في كيتمونزو؟ نعم. أحسنت. ذهبت مع رفاقي إلى السري واستمتعنا كثيرا. أحسنت. ماجد أحب السري وأحتفظ معه كثيرا. حبيبي نحن لم نصل إلى كلمة السري، لازلنا باستمتعنا. أعطيني جملة عن الكلمة السريعة. ذهبت أنا وإخوتي إلى مدينة الألعاب واستمتعنا كثيرا. أحسنت. مهدي معنا. ذهبنا أنا ورفاقي إلى المدينة المائية. نعم. وركبنا زحلوقة. نعم. المائية السريعة. لم أسمع كلمة استمتعنا. نعم واستمتعنا كثيرا. روز استمتع يا مهدي. روز استمتعنا بأكل المثلجات كثيرا. أتحبين المثلجات يا روز؟ كثيرا بالشيء ولكنها تؤذي. علي استمتعنا باللحم. أحسنت. رشا أقلت يا رشا. تيام استمتعنا نعم في مطعم فرح. نعم. جوليا أنا وإخوتي استمتعنا في المتحف
لا لا أنا. تعال أنا ونسهال. رائع، أتحبين النسهالة؟ نعم. وأنا أيضا أحبكم كثيرا. نعم أحبكم كثيرا أحبائي. إذا أسرتي، هل منكم يعطيني جملة فيها كلمة أسرتي؟ روز. رائع، الجميع يحبني يا روز. رائع، الاحترام واجب أليس كذلك؟ يجب أن نحترم الجميع. مهدي. أحترم أسرتي ولا أصرخ بوجهي. أحسن. سيفوني. نعم. فرحت أسرتي حياة سعيدة. أحسن. رشا، عفوا روز. روز قلتي، جوليا الآن. لم أسمع. أحسنتي، أحسنتم جميعا. علي، علي مروبي. والجميع يحبك يا علي، أحسنت حبيبي. إذن أحسنتم. في القواعد أحوك الاسم وأضع حرفا تحت الفعل. أولا، ما هو الفعل؟ من يستطيع أن يعرف الفعل؟ إبراهيم. جلس. عرف لي الفعل أولا. الفعل، ما هو الفعل؟ ما الفعل هو كل أعمال أقوم بها. من؟ من يقوم؟ إنسان أو حيوان أو جماد. إذا إنسان أو حيوان أو جماد. إذا الفعل هو كل عمل يقوم به إنسان أو حيوان أو جماد. طيب أعطوني، أعطي جملة، أعطي مثالا على فعل يقوم به إنسان. علي. أعطيني جملة فيها فعل يقوم به إنسان. رشا. نام الولد مثلا. نام الولد. جلست رشا. جلست رشا. طيب اعطوني جملة الفعل يقوم به حيوان. يقوم به حيوان. أين الفعل؟ شكرت. شكرت. الآن
أهلاً.